بس هي على مهلك. يا اهلين، نور المحارب الكبير والله. على مهلك شبك. عن جد خطة خطف اللي اسمها ايشن بتاخذ العقل. يا عيني عليك. راس مصطفى خير؟ هلا انت خطفت لهديك الوقحة؟ ايه انا. طيب ليش؟ اكيد مو مشان يتجوزها، شبك مرت اخي، مشان يفاوض عليها. اي شكلي رح فاوضكن على حدا، انطروا علي. اسية ليش التعصيب؟ شي بيعصب مصطفى، لما جوزي يخطف مرة تانية اكيد ما رح اسكت له. والله هذا اللي كان ناقص، ما كانت بتكفيني نفس وهلا طلعت لي ايشن، نسوان اسطنبول خربوا لي بيتي. بكفي بقى، سكتوا خلصنا. شلونك؟ منيح. إذا هيك كلنا مناح. كبير. آسية. نفس فايقة؟ إيه. عم تلعب مع الولاد بالأوضة. بعدي لساوي الجرح ما عم تعرفي. أمي. هيك كتير منيح، بدنا نفوت النار. لا ما فيك تروح ابدا، انت راجع من الموت، ما راح اخليك تبعد عني يا روح امك. صح ما قتلوني بس راح تخنيني. راح اخنقك طبعا، راح اخنقك بس بعدين. شو بدي اعمل بالخطبه اللي ما صارت؟ خلصنا. ولا شو اعمل بحالي بهالولاد اللي مو سائلين على شيء بهالدنيا؟ انتوا ما فيكم مخ وما بتفكروا. امي اعملي اللي بدك اياه، بس استني لنفيق الصبح، اليوم تعبت وهلا بدي نام. مصطفى وقف، لازم تحاكي أخوك قبل ما تفوت تنام، بدي تقنعه يخطبها. أمي قلت لك الصبح، الصبح. ايه وطبعاً مو قصده بالصبح، إنه بعد صلاة الفجر فوراً تجي لعنا. آسية. خير مصطفى، لا تلومني، لسه أبي بيطلع من هون بتكون أمك شرفت، ما عم نتهنى بشي. على أساس بنت شيخ طلعت ما بتستحي بنوب، عن جد وقحة. يا الله دخيلك. آسية هاتي الجاكيت. مصطفى استنى. أمي خلينا نتركهم يرتاحوا بأوضتهم. طاهر تعال عندي. قال لك أخي للصبح. أمي ما سمعتي شو قال للصبح. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.